باشرت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عين الدفلة في توزيع 37485 طرد غذائي الخاص بعملية تضامن رمضان 2018، وقد خصصت لهذه العملية مبلغ مالي قدر ب 19 مليار سنتيم لاقتناء المواد الغذائية. المجموع الطرود الغذائية على مستوى كل الولاية تقدر ب 37485 طرد غذائي كامل، والعملية انطلقت اليوم وهي توزع على كل وجميع البلديات ولا سيما البلديات النائية. هذا وقد شهدت العملية التضامنية حضور لجنة معاينة عن مديرية التجارة للوقوف على نوعية وكمية المواد الغذائية المكونة للطرود. كنا شفنا الطرد الأول اللي كان متوافق مع واش راه كاين هنا اليوم، الطرد تاع اليوم كان متوافق من ناحية احنا من ناحية الكمية أو حتى من ناحية المنتجات المذكورة في الطرد الأول. العملية التضامنية عرفت مشاركة الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري وبعض رؤساء البلديات. أنا أشوف فيه تحسن مستمر لعملية تضامنية تاع شهر رمضان ووقفة رمضان، وكاين تحسن مليح إن شاء الله. بتوزيع طرود دي تخص قفة رمضان لموسم رمضان هذا العام. أنا اللي أول مرة نشارك في هذه التظاهرة وكانت على أحسن ما يرام. عين دفلة تاعنا إن شاء الله النشاط تاعنا إن شاء الله، الله يحفظ الجزائر، الله يحفظ بوتفليقة وربي شافيه. للإشارة فإن مصطلح قفة رمضان تم استبداله هذه السنة بجملة طرد غذائي رمضان كريم، على أن يتم إيصالها إلى منازل مستحقها حفاظا على كرامتهم.